اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم حديث عراقي. يعني قد يكون اغلب اهل العراق قد شاهدوا او اطلعوا او سمعوا عن ما جرى في مجلس النواب قبل ايام في الاسبوع الماضي من تصويت على منح الثقه لمرشحي الحكومة، مرشحي محمد الشياع السوداني لحكومته. طبعا في كل ما يسمونه حكومات جزافا اللي جرت يعني من عام 2003 لحد الآن، على الأقل من عام 2005 بعد ما يعني شكلوا مجلس النواب هذا وعينوه، ولا أقول انتخبوهم لأن عينوهم، الأحزاب عينتهم، على الأقل كانت هناك مسرحية تمثيلية كنا نشهدها في صراعات وسجالات ويعني مشاكل بينهم واعتراضات على الاسم الفلاني والاسم الفلاني وتغيير الاسم. في هذه المرة لم يجري كل هذا، طرحت الأسماء وبسرعة غريبة عجيبة وبوقت قياسي تم الموافقة على كل، يعني صوتوا لهم بالأغلبية وتمت الموافقة على كل الحكومة اللي جاء بها محمد الشياع السوداني وانتهى الموضوع. البعض قد يقول مو هم متفقين بيناتهم، اتفقوا بيناتهم الأحزاب على ترشيح هذه. إذا دعنا أيضا نعود إلى، إذا كل هذه القوى التي في العملية السياسية اتفقت من البداية على أسماء معينة، كل كتلة كل مجموعة معينة كل حزب كل جماعة معينة اتفقت على ترشيح أسماء معينة وعرضتها على المجموعة الأخرى، على المجاميع الأخرى، والمجاميع الأخرى لديها أسماء أيضا عرضتها. طبعا هم موزع الوزارات بينهم، هذا لوزارة الشيعة 12 وزارة، ما 13 وزارة للسنة، ما أدري 5 وزارات 6 للكرد، 3 وزارات 4 وزارات، ما أعرف من هم ذول الأقليات اللي يسموهم وزارتين، فوزعوهن بيناتهم هذه الوزارات، خلوا المرشحين، فالكل عرضوا المرشحين وجرت عملية التوافقات بهذا الشكل. وافق لي على مرشحيني ومرر لك مرشحيك، تم الاتفاق على هذا الموضوع قبل أن يدخلوا إلى القاعة، لذلك دخلوا بهذا النفس والكل وافق. دعك من صوتين ثلاثة هذا ما أعرف شنو الكلام، لا ينفع. يعني من يعترض داخل مجلس النواب، ما يسمونها مجلس النواب، على آليات وتصرفات وهذه محاصصة وهذه، يعني دعوني مع احترامي لكل الشخص، يعني كلام غير معقول وغير منطقي، لأنه من البداية أنت تعرف من دخل هذا المجلس ويعرف هو مؤسس على المحاصصة، وهذه القوى كلها محاصصية وكلها محاصصة طائفية وعرقية. أنت تدخل وبعد ذلك تعترض لأنه محاصصة طائفية وعرقية، ما أنت تعرفها من البداية، وتعرف أنه المرشحين سيأتون بهذا الشكل. أما أن تريد أن تعلن يعني ظاهرة صوتية إعلامية، تريد أن تقول أنه معترض على موضوع آخر، لكن واقع الحال يقول أنه أنت يعني ما الذي جعلك تكون بينهم إذا كنت رافض سياساتهم؟ ما هي سياساتهم معروفة، هذه ليست سرية، ليست وليدة اللحظة التي دخلوا بها إلى مجلس النواب ليصوتوا على هذه الحكومة، هذه سياسات معروفة، وهم يعني تكوينهم وتفكيرهم وتوجهاتهم بهذا الشكل وانت تعرفه، فمن يعترض يعني له رؤية أخرى غير الرؤية التي يعتقد أنها سيمررها، يعتقد أنه سيمررها. عموما لم نشاهد لا اعتراض أو حتى وضع ملاحظة واحدة على أي من المرشحين للوزارات. ماذا يعني هذا؟ يعني أنهم تم التوافق بينهم وتحدثنا به، مرر لي مرشحيني ومرر لك مرشحيك، وبالتالي وزارة محاصصة طائفية عرقية بامتياز، هذا واقع الحال. ومن يتحدثون أنها حكومة حزبية بامتياز على خلاف ما كان يروج له محمد الشياع السوداني وهو يريد أن يشكل الحكومة من كفاءات، كذبة كبيرة. واقع الحال وشخصيات هذه الحكومات وهذه مال المجرب لا يجرب، كلهم مجربين وكلهم معروفين. ومن يقول أن المالكي يحكم للمرة الثالثة هو على حق،
المالكي الآن هو سيد البلاد، هذا واقع الحال، لا أحد يتحدث بلغة أخرى. المالكي مرفوض كشخص كوجه أن يكون يقعد على يعني يخلق حساسية يخلق. فجاءوا بالسوداني وجاءوا بكل هذه الحكومة وهي تمثل فكر وتوجهات المالكي حرفية. 8 سنوات حكم وسيحكم هذه 4 سنوات وربما تمتد إلى 8 سنوات أخرى والله أعلم. وإيران وأمريكا سارعت مباشرة بالتهنئة على تهنئة محمد شياع السوداني على تشكيل الحكومة، والسفيرة الأمريكية جت تعلم محمد شياع السوداني وإحنا نتعاون معك والأمم المتحدة أيدت والجامعة العربية وما أعرف من ورسلت رسالة، وكأنه الموضوع كله مسرحية مرتبة وانتهى الموضوع وخلاص ونحل الانسداد السياسي ما سموه الانسداد السياسي وانتهت الأزمة وخلاص والعراق ماضي في طريق الخير والرفاهية أمريكا عندما هنت تريد استمرار تدفق النفط والمحافظة على مصالحها في ظروف سيئة الآن. الآن أكو أزمة طاقة بالعالم، أكو يعني خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية أكو أزمة طاقة، أزمة إذا أزمة سياسية وعسكرية عالمية، أزمة اقتصادية كبيرة. فلا تريد أن تتوقف هنا وهناك عجلة تدفق النفط إلى أوروبا وإلى أمريكا، فتريد أن تستقر الأمور بهذا الشكل. إيران تريد أن يعني اعتبرت هذا السوداني محمد شياع السوداني إنجاز كبير، لأنه هي من رشح، هي من وافقت عليه، هي من رشحته، هذا الإطار التنسيقي هو إيران، فبالتالي هي من رشحته وافقت عليه وبسرعة هنت، لأنها يعني تريد أن ترتاح من الملف العراقي لفترة معينة، يسكن الملف العراقي وأعطت توجيهات لكل ميليشياتها كل قواها بالتهدئة وبدعم الحكومة والترويج لها والتهدئة بكل المجالات لكي تمضي الأمور، لكي هي تتفرغ ل يعني حواراتها ومواجهة قضية الملف النووي مع أمريكا ومع العالم، هذا واقع الحال. وإضافة إلى هذا على الملف النووي تتفرغ لمواجهة الوضع الداخلي الإيراني المتفجر، مظاهرات إيران تعم كل الدنيا وتكبر يوميا، وهذا الوضع يعني كان بالبداية لا يقلقهم يستطيعون، وخرجت مظاهرات كثيرة واستطاعوا القضاء عليها، هذه المرة يبدو أن الأمور أخذت طابعا آخر وبدأت تفلت من بين أيديهم. الآن يوميا تخرج في مدن كثيرة ومبررات خروجها تكبر والبطش يكبر وتزداد التظاهرات والوضع يمضي إلى ما يشبه ثورة قادمة 100%. فيريدون أن يتفرغوا الوضع الداخلي كي يصفوا الوضع الداخلي فينتهوا من موضع العراق، هذا كل الوضع. فبالتالي يعني بعد سنة ما قالوا عليه انتهى الانسداد السياسي انتهت الأزمة السياسية، كانت هذه ظروفها. أمريكا وإيران اتفقوا أيضا تخادموا لأنه في تسكين الوضع في موافقة على السوداني على محمد شياع السوداني وحكومته بهذه الطريقة، وهؤلاء الوجراء اللي موجودين اللي وافقوا بهذه الطريقة كلهم جاتهم التعليمات مشوا الأمور وهدئوا الأمور وروجوا لوضع آخر لكي تهدأ الأمور، يتدفق النفط والوضع الاقتصادي على الأقل يعني بما هو موجود ممكن أن يمشون به الحال، ولكي تتفرغ إيران لوضعها الداخلي لمواجهة ثورة شعبية عارمة. هذه كل الصورة التي حصلت في العراق، أما ديمقراطية وحرية وانفراج سياسي وهذه كذبة كبيرة، توافقات ليس أكثر، من رئيس الجمهورية من الرئيس إلى الخفير، من الوزير إلى الخفير، كلها توافقات وكلها محاصصات كلها محسوبة بالقلم والورقة، يعني محسوبة ووافقوا عليه وانتهى الموضوع هكذا. وهذا مزاد الوزارات ومزاد الحكومات مستمر بالعراق منذ عام 2003 لحد الآن، وكل ما شكلت حكومة هناك مبررات وهناك من يتفق عليها لكي تخرج هذه الحكومة، وأقصد من يتفق الطرف الأمريكي والطرف الإيراني يتخادمان لإخراج هذه الحكومة، وقد تخادموا لأن مصالحهم تستوجب أن يتخادموا لإخراج هذه الحكومة وقد خرجت بهذا الشكل. هذه صورة الحال، ومن يقول غير ذلك يكذب ويدعي غير ذلك. أترككم بخير أعزائي المشاهدين، وقت هذه الحلقة قد انتهى،
ألتقيكم في حلقة أخرى، إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.